اوكي ان شاء الله. خلينا نشوف شو خطوات رسم اللي هي الروت لوكس فور اني لوب ترانسفير فانكشن. هسه لو افترضنا يا نشامة انه عندنا اللي هي اللوب ترانسفير فانكشن اللي هي الالوفس اللي هي نفسها جي اتش واللي هي زي ما حكينا عنها في المحاضرات الماضيه كي الجين تبعنا اللي هو تبع الكنترولر في ان ام اوفر دي ان وستيل ان اكبر او يساوي الام. هذا كله دفناه في المحاضرات الماضيه. بالتالي احنا بدنا نستخدم الترانسفير فانكشن اراوند ذا لوب اللي هو ال اوف اس اللي من خلال معلومات اللوب ترانسفير فانكشن بس نقدر نحدد الروتس تبعت الكاركترستيك ويشن اللي هي 1 بلس جي اتش باستخدام الماثماتيكال باك جراوند اللي حكينا عنها في المحاضره الماضيه. بالتالي هون بدنا نرسم الروت لوكس لللوب ترانسفير فانكشن، وبالتالي عندنا اللي هي الخطوات التاليه. اول شيء preparation of the root locus sketch، يعني بدنا نجهز رسمة الروت لوكس. شو خطوات تجهيز اللي هي رسمة الروت لوكس؟ أول شيء إذا كانت ال L of S أوكي يا نشامة مكتوبة بأي فورم مش زي هذا الفورم اللي هي مثلا زي اللي أخذناه في الديزاين تبع الروث ستابيليتي. يعني مثلا على سبيل المثال لو كان الايكويشن تبعتنا اللي احنا شغالين عليها عباره عن s to the power 3 plus k s to the power 2 plus 10 s plus 50 is equal to 0. هاي مين؟ هاي الكاركترستيك ايكويشن اللي هي 1 plus g h is equal to zero واللي سميناها في الروث ستابيليتي شو سميناها؟ كيو بس. ماشيين معي لحد هون؟ واضح يا نشامة؟ واضح. طيب هسه يا نشامة هاي الكاركترستيك ايكويشن في البولينوميال فورمات بدناش نحولها من البولينوم فورمات لمين؟ ل الروت لوكس فورمات الايفنز روت لوكس فورمات اللي هو 1 بلس k n اوفر d از ايكوال تو 0. بالتالي حتى احولها للفورم هذا شو لازم اسوي؟ معناته اذا ضربت هاي الايكويشن زي ما اخذنا في المحاضرات الماضيه بالدي شو بصير عندي الايكويشن؟ بصير عندي d بلس k n از ايكوال تو 0 صح؟ طيب هسه يا نشامه لا ننسى انه الدي هي بولينوميال اوف اس والان برضه بولينوميال اوف اس والكي اللي هي الكونستانت جين تبعنا. بالتالي بمعنى اخر هل الدي هي عباره عن البولينوميال اللي ما فيهاش اي وجود للكي بارامتر؟ الدي هي البولينوميال اللي ما فيهاش اي وجود للكي والان كيف اميز الان؟ الان اللي بتكون فيها ملتبلاير للكي. بالتالي تعالوا خلينا نكتب هذا بالفورم تبعنا. طيب معناته الدي اي تيرم في الكاركترستيك ايكويشن ما بحتوي على الكي بيطلع بنحطه وين؟ بنحطه ضمن الدي. بالتالي الدي شو راح تطلع عندي؟ اس تو ذا باور 3 بلس 10 اس كل التيرمز اللي ما بحتوين على الكي بدي احطهم لحال بلس 50. هاي كلياتها راح تطلع عندي اللي هي البولينوميال اللي سميناها الدي اللي ما فيها اي كي بلس الكي. وين التيرمز اللي فيها الكي؟ السكوير. هذا بالتالي بحاله البولينوميال الان عندي هي بس عباره عن اس تو ذا باور 2 از ايكوال تو 0. هل هاي الايكويشن وهاي نفس الاشي ولا لا يا نشامة؟ بس قسمناها اعاده تقسيم الفورمات تبعنا اختلف صح؟ بالتالي هاي البولينوميال سميناها ان والكي هي ملتبلاير. بالتالي هل هذا الفورمات طبقناه على البولينوميال وصار عند الريزلتنج هيك ولا لا يا نشامة؟ طيب لسه ما انهينا، معناته بعد ما نحصل على الفورم هذا الفورم هذا شو لازم اساوي بعد ما اوصل لهون؟
لازم اجي اقسم. لاحظ كيف بحصل انا الهدف الاساسي، احصل على الفورم هذا. دكتور كيف بدي احصل عليه؟ بدي اقسم دكتور هاي على مين؟ بدي اقسمها على دي، وبالتالي يوم اقسمها على دي شو بطلع معي؟ تعالوا اقسموا هاي الايكويشن معي على دي، بيطلع معي 1 بلس كي ان اوفر دي از ايكوال تو زيرو، صح؟ وبالتالي هذا هو الفورم المطلوب عندي هون. بالتالي لحالتنا شو بدها تطلع؟ بدها تطلع 1 بلس الاكزامبل بين ايدينا شو؟ كي اس سكوير اوفر اس تكعيب بلس ايوه هون بده يطلع عندي الكي، هي بده يطلع عندي الان اللي هي اس سكوير اللي هي بتنزل فيها الكي، والما فيه من الكي هي المقام اس تو ذا باور 3 بلس 10 اس بلس 50. واضح يا نشامه؟ هسه مش شرط انا اجيب لك بالروت لوكس، هذا جاهز مجهز، يمكن نجيب لك اياه بالفورم هذا انه بولينوميال عاديه وانت بدك تحولها. وبالتالي عمليه التحويل الاصل ضمن اللي شرحته تكون واضحه. اي سؤال يا نشامه على عمليه التحويل؟ مهندس دكتور اسمح لي. تفضل. يعطيك العافيه، بس في بنت اسمها فرح العدوان مو قابل يدخل عندها المحاضر، شو بدي اسوي يعني؟ انك تبعث لها من عندك عشان تدخلها. هي اول مره يعني بتدخل معنا؟ لا لا، دائما دائما تدخل معنا، بس مو راضي اليوم، بصر ليش؟ والله ما عندها يعني، بلكي النت عندها يعني، اول مره هي بتصادفها صح؟ اول مره، بس مو راضي يعطيها انه جوين. ما عمري جربتها، شو لازم اسوي هسه؟ خليها تفوت من الويب او من الموبايل اتوقع، لانه الابلكيشن بيكون معلق. انا كان يصير معي نفس المشكله في بعض المواد مش في ماده الكنترول. اوكي واضح يا حاكم، بلغها هيك. تمام بلغها، يعني الاصل انا اللي علي سويته، بعمل الستارت للميتنج، واكثر من هيك ما بضل علي اي شيء. اوكي تابع معها يا حاكم، واذا ظل ستيل معلق خبرني. اوكي بالتالي نشامه، اي سؤال على عمليه الكونفيرجن؟ اي سؤال على عمليه الكونفيرجن؟ طيب نرجع لمحل ما كنا. معناته نشامه بقول لك اول خطوه انه لازم نكتب الكاركترستيك ايكويشن بشيء اسمه الايفنز روت لوكس فورمات. هذا شو الفورمات؟ بقول لك البارامتر كي لازم يكون ملتبلاير، اللي هو هذا، هو اللي هو هذا كله دفناه في المحاضرات الماضيه، 1 بلس كي ان اوفر دي ايكوال تو زيرو. طيب هاي لا تنسى انه الان هون بولينوميال والدي بولينوميال، هسه لسه ما وصلنا للنهايه. معناته بقول لك الخطوه الثانيه بدك تحول هاي بدك تحول الان والدي من البولينوميال لمين؟ للفاكتور فورمات. بقول لك فاكتور النومريتر والدينومينيتر اللي هي صار الان اوف اس صارت عباره عن حاصل ضرب مجموعه من الزيروز، والدي اوف اس صارت حاصل ضرب مجموعه من البولز. بالتالي معنى اخر انا اوجدت كل الروتس تبعات الان وضربتهم ببعض، ووجدت كل الروتس تبعات الدي وضربتهم ببعض. الروتس تبعات الان اللي هن الزيروز زد اي، والروتس تبعات مين؟ الدينومينيتر اللي هي سميتها بي اللي هي البولز. واضح؟ طيب هاي الخطوه الاولى خلصنا منها. طيب بقول لك الزيروز والبولز تبعات اللوب ترانسفير فانكشن، مش قلنا احنا هايها الان اوفر دي كتبناها بالفورم هذا ولا لا؟ هايها الان اوفر دي كتبناها بالفورم هذا. وبالتالي بنيجي بنطبق الماجنتيود والانجل كونديشن على الزيروز والبولز تبعاتنا، اللي هي في المحاضره الماضيه قلنا الماجنتيود لان اوفر دي از ايكوال تو 1 اوفر كي. هايها نرجع لكم بس هايها، متذكرين هذا الحكي؟
قلنا الماجنتيك كونديشن اللي هي الان اوفر دي is equal to what? 1 over k معناته ما علينا غير ايش؟ هيو نيجي عبارة عن انك تحولها زي ما قلنا من البولينوميا للفاكتور وناخذ لها الماجنتيود وبعدين نسويها بال1 over k. طيب يا نشام هسه بدنا نشوف الزيروز والبولز تبعات اللوب ترانسفير فانكشن شو يقابلهن الكي فاليو. طيب لو افترضنا التست بوينت تبعتنا اللي مرت معنا في المحاضرات الماضيه انه التست بوينت اس اللي ماخذينها هسه هي عباره عن وحده من الزيروز تبعاتي، يعني معنى اخر شو هي؟ هي التست بوينت اس هي وحده من الزيروز والزيروز ماينس زد اي، الزيروز اللي هو ماينس زد 1 ماينس زد 2 لحد ماينس زد ام، جنرالي ماينس زد اي. تعال عوض معي التست بوينت اللي هون بالنومريتر وبالدينومينيتر الاس وين في اس بتعوض محلها ايش؟ ماينس زد اي في الايكويشن هاي. بالتالي شو بصير معنا؟ بصير معنا الان اوفر ام اللي هي 1 اوفر كي يوم نيجي نعوض هاي الاس از ايكوال تو ماينس زد اي المقام ما بتاثر بصير كونستانت بيطلع محل كوني انا عندي هون ايش انا شامل اس هي زد اي اوكي معناته المقام بيطلع عندي كماجنتيود رقم كونستانت فاليو. شو بصير بالبسط؟ هل البسط بصير زيرو النومريتر؟ نعم بصير زيرو. يعني فرضا انا جيت حطيت الاس ماينس زد 2 هذا بيطلع رقم كونستانت الماجنتيود تبعه وكلياتهم ما عدا الثاني بيطلع عند كونستانت بس الثاني شو بيطلع؟ اذا حطيت اس ماينس زد 2 هذا الثاني شو بده يطلع؟ معي الشباب ولا مع الثانيين؟ اذا جينا عوضنا محل الاس على سبيل المثال ماينس زد 2 اول تيرم يوم اقسم ادخل الماجنتيود عليهم كلهم بيطلع هذا له سيرتن ماجنتيود والثالث والرابع لحد الاخير له سيرتن ماجنتيود بس هذا التيرم الثاني انا معوض اس ماينس زد 2. طيب هي ماينس زد 2 بلس زد 2 شو بصير التيرم هذا؟ زيرو. بصير زيرو. طيب زيرو في اي شيء معاه اضرب زيرو ب 100 تيرم شو بضل؟ زيرو. زيرو والمقام كونستانت في كونستانت في كونستانت. اوكي نشام شو بده يطلع؟ بده يطلع عندي كونستانت وبالتالي شو صار عندي هون هذه الماجنتيود صفى عندي زيرو اوفر كونستانت بالنهايه زيرو صح؟ بالنهايه زيرو. طيب تعال معي انا هون عندي ما تنسى انه بدي اساوي الرايت هاند سايد مع الليفت هاند سايد يعني بدي اسوي هون الزيرو بالليفت هاند سايد لازم يكون ماتشنج مع الرايت هاند سايد. طيب شو الكي فاليو اللي لازم ادخلها او لازم اخذها بعين الاعتبار حتى يصير ال1 اوفر كي زيرو؟ انفينيتي. انفينيتي ماشيين معي شباب التحليل ولا بصم؟ بالتالي ماشيين معي عند اي واحد اذا افترضت انا التست بوينت واقف عند اي من الروتس تبعاتي تبعات الزيروز معناته البسط عندي بيطلع ايش؟ بيطلع زيرو والنهايه الماجنتيود كله تيرم بيطلع زيرو وهي حتى تصير متحققه لازم الكي المقام اللي عندي تكون انفينيتي. وضحت؟ اي سؤال يا نشام؟ احنا هون قاعدين نشرح لك مبادئ حتى تفهم كوعك من بوعك وما تقول عو ومو. طيب معناته الكي انفينيتي عند الزيروز هاي اول قاعده وصلنا لها.
طبعا هنا انا ضفت وانا بحكي معك انه ايش انه التست بوينت هاي ما بدهاش تساوي ولا واحد من البولز، يعني ما في عندي زيرو وبول نفس الفاليو. وضحت هون؟ احنا افترضنا انه التست بوينت عند الزد اي، والزد اي والتست بوينت لا تساوي ولا واحد من البولز، بمعنى اخر ولا زيرو يساوي قيمة نفس البول، يعني ما في كومون فاكتور، زيرو ونفسه موجود بول. وضحت؟ طيب هاي فهمناها. هسه بنروح للحالة الثانية. إذا افترضنا التست بوينت اس وين واقعة؟ على واحد من البولز. بالتالي أول حالة افترضنا التست بوينت هي عبارة عن واحد من الزيروز. وطلعت عندي بالحالة هاي الكي قديش؟ انفينيتي. طيب الحالة الثانية بنفترض التست بوينت وين؟ عند واحد من البولز. طيب تعال معي، هاي افترضنا التست بوينت عند واحد من البولز تبعاتي. اوكي، يعني بمعنى اخر لو تعال هون وين بدكم اياها، لو حطينا التست بوينت عند ماينس بي ان اخر واحد، معناته الروت تبعي ماينس بي ان والتست بوينت عليه، معناته التست بوينت ماينس بي ان، معناته اخر تيرم شو راح يطلع؟ زيرو. زيرو والبقيه ضرب راح يطلع لهم كونستانت، صح؟ يطلع كونستانت صحيح. طيب والبسط كله كونستانت، بده يكون مره ثانيه كونستانت في كونستانت في كونستانت، معناته صفى عندي كونستانت وين؟ بالبسط على مجموعة من الكونستانتس في المقام بس مضروبات بزيرو، معناته شو صفى عند المقام؟ زيرو. زيرو. طيب كونستانت فاليو اوفر زيرو شو بتطلع؟ انفينيتي. انفينيتي. طب هاي الاكويشن لازم تكون فاليد، لازم تصير انفينيتي تساوي 1 اوفر كي. شو قيمة الكي اللي بتحقق للانفينيتي؟ زيرو. هل هي زيرو؟ بتكون زيرو، نعم. واضح يا شباب؟ بالتالي انا عندي، معناته بمعنى اخر عند الزيروز يوم اكون واقف انا فوق الزيروز معناته الكي انفينيتي، ويوم اكون واقف عند البولز الكي قديش؟ زيرو. زيرو. هيو معناته بقول لك هيو this means that k is equal to zero at the poles والكي انفينيتي وين؟ عند الزيروز. انا قاعد بعيد لك بالهاند اوتس، بعيد وبزيد بالهاند اوتس وبالشرح، حيث انه المعلومه اذا كنت مفتح معي 10% تصلك. طيب لا ننسى انه الروت لوكس يا نشام احنا بنرسمه للرينج اوف كي فاليوز بين الزيرو والانفينيتي، صح؟ احنا الروت لوكس، نعم. كل مبدانا انه بدنا نرسم الروتس تبعت الكاركترستيك ايكويشن في الاس بلين از فور ذا رينج اوف كي بين الزيرو والانفينيتي، صح؟ صحيح. بالتالي شو معنات الحكي هذا؟ معناته الروت لوكس يا نشامة دائما نبلش عند الكيف زيرو، وإذا الكيف زيرو شو قلنا ببلش منين معناته؟ من البولز، ببلش من البولز عند الكيف زيرو. وين بنتهي الروت لوكس؟ عند الكي انفينيتي، معناته وين؟ عند الزيروز. عند الزيروز. وبالتالي هاي قاعدة ذهبية، هاي قاعدة ذهبية إنه الروت لوكس دائما نبلش عند البولز وبتكون قيمتها قديش؟ زيرو. وبنتهي عند الزيروز وبتكون قيمتها قديش؟ انفينيتي. انفينيتي. اي سؤال لغايه الان يا نشام؟ اسال فضفض فضفض، اسال يا نشام اي سؤال، انا معك هون دقه بدقه. بس قلت لكم بعد ما اخلص الثيوري بناقش معك اكزامبل بالتفصيل، والبقيه بقول لك دبر حالك 20 30 صفحه بقول لك اقراهم حلهم. بالتالي انا هون قاعد بمشي دادي دادي اساس ايش؟ تصلك الفكره. انا بهمني الكونسبتس والافكار وليس الارقام. الاكزامبلز بس بصير تطبيق للافكار. اوكي؟ وبالتالي نشام وهاي الحكي اللي هون حكيناها في المحاضره الماضيه انه البولز بنرمز لهم باكس والزيروز بنرمز لهم باو او سمول سيركل او رمز الزيرو زي ما بدك. طيب خلصنا الخطوه الثانيه، هسه بنروح للخطوه الثالثه انه الريال اكسس
الريال اكسس. شو السيجمنتس تبعات الريال اكسس اللي بتكون واقعات على الروت لوكس؟ يعني على سبيل المثال بس عشان تفهم علي، خلني ارجع لك على الثري فيجرز اللي دفناهم في المحاضرات الماضية. هذا اول فيجر صح؟ متذكرينه ولا صار حوار برعيها؟ دكتور هذا شو كان السيستم؟ سكند اوردر صح؟ صح. سكند اوردر طلع عندي تو برانشز من الروت لوكس، هذا الفوق واللي تحت صح؟ نعم. طيب تعال معي، هل في جزء من الروت لوكس او يعني في اي باث اي روتس واقعات على الريال اكسس بالحاله هاي؟ هل في اي روتس واقعات للكاركترستيك ويشن، او هل في اي باث او برانش واقع على الروت لوك على الريال اكسس؟ لا، هذا ما فيهوش ولا شيء على الروت لوكس. من الروت لوكس جاي وين؟ على الريال اكسس صح. هاي الريال اكسس نظيف، بقول لك انا ولا اللي دخل بالروت، الشر برا وبعيد. طيب نروح على الفيجر الثاني. الفيجر الثاني هي لاحظ هذا الازرق شايفينه؟ هذا وين واقع؟ الريل اكسس. بالتالي هذا يا نشامه من الزيرو، من الزيرو اللي هون الاوريجن لحد الانفينيتي ماينس انفينيتي، كل المنطقة هاي اللي على الريال اكسس جزء من الروت لوكس، معناته فور سيرتن كي فاليو بده يكون عندي الروت بكون واقع سموير واحد من الروتس على الريال اكسس النيجاتيف ريال اكسس صح. طيب الاكزامبل الثالث لاحظ هون، احنا هون بالحالة هاي غطينا ثلاث حالات. اول حالة فيجر هذا الريال اكسس بريء الذمة صح؟ صح. هون بريء الذمة يعني ولا نقطة على الريال اكسس جزء من الروت لوكس. الفيجر الثاني كل النيجاتيف ريال اكسس من الزيرو لماينس انفينيتي جزء من الروت لوكس صح؟ صح. ماشي معاي؟ ماشي معاي شباب بالحكي؟ اوكي ان شاء الله. بالتالي هون لو بدنا نحكي عنها، يعني هون الريال اكسس النيجاتيف ليفت اوكي متورطه حتى النخاع حتى العظم. طيب خلينا نشوف الحاله الثالثه. الحاله الثالثه هاي جزئيه، وين الريال اكسس؟ الريال اكسس من هون ويسار نظيف ما في عليه شيء، بس لاحظ بين هون وبين هون، هل هاي السيجمنت جزء من الريال اكسس؟ طبعا. وهل هي جزء من الروت لوكس؟ اكيد. هل هي جزء من الروت لوكس؟ كونها مر فيها الباث هذول معناته اتس بارت اوف ذا روت لوكس، وعشان هيك هون بيكون تحقيق جزئي، يعني جزء من الريال اكسس هو روت لوكس والبقيه لا. بالتالي احنا هون ثلاث حالات، يا اما الريال اكسس بريء الذمه ما في شيء، او الريال اكسس متورط للنخاع للعظم، او الحاله الثالثه اللي هي ايش؟ في تورط جزئي، يعني جزء من الروت لوكس، جزء هو عباره عن ايش؟ جزء من الريال اكسس شيء بكون واقع على الروت لوكس والبقيه لا. وضحت؟ طيب هسه هذا هو المقصود، انه وين الاجزاء السيجمنتس تبعات الريال اكسس اللي ايش؟ اللي واقعات على الروت لوكس. شو المطلوب؟ بدنا نحدد شو الاجزاء، شو الريال اكسس اللي بكون واقع على الروت لوكس. بالتالي حتى حدد هذا الحكي معناته بنيجي بنمسك التست بوينت اللي سميناها اس. وين بنحط التست بوينت هاي؟ بنحطها على الريال اكسس. بنيجي بنمسك التست بوينت اس وبنحطها على الريال اكسس. اذا تحقق الانجل كونديشن معناته موقعي على التست اكسس على التست بوينت هاي اس هو عباره عن جزء من الروت لوكس، واذا ما تحقق الانجل كونديشن معناته مش جزء من الروت لوكس صح؟ صحيح. ماشي معي شباب ولا لا؟ وبالتالي دائما احنا شغلنا هون بناخذ راندوم تيست بوينت وبنصير هاي نغير فيها بناء على وين انا الاهداف اللي بدي اياها. قبل شوي كنا نحطه على البولز والزيروز، هسه بطلنا البولز والزيروز دفناها خلصنا منها. هسه بدنا نشوف نصير نحرك بالتست بوينت هاي على الريال اكسس ونصير نشوف نعمل انسبكشن شو اجزاء الريال اكسس اللي بتكون واقع على الروت لوكس. وضحت؟ طيب
هسه لهاي الغايات حتى احدد السيجمنتس تبعات الريال اكسس اللي جزء من الروت لوكس بناء على البليسمنت تبع التست بوينت اللي تكون على الريال اكسس، البوز والزيروز تبعات اي لوب ترانسفير فانكشن الهم احتمالين، يا اما البوز والزيروز يعني اي واحد منهم يكون عباره عن ريال روتس يعني اي بول واي زيرو، بمعنى اخر وين بحكي عن هذول Z1 لحد Zm والPn لحد الP1، هذول يا شباب شو احتمالاته؟ يا اما يكون الريال يا اما يكون الكومبلكس كونجوجيت، والكومبلكس كونجوجيت بكون جزء منه حاله خاصه منه مين اللي واقع على الجي اوميجا اكسس. بالتالي لو افترضنا ان الروتس اللي عندي البوز والزيروز اي واحد منهم هو عباره عن ايش؟ ريال روت. اذا كان عندي بس يا نشامه ريال روتس، بالتالي لو اخذنا 1 ريال روت، لو اخذنا عندي 1 ريال روت وحطينا التست بوينت هاي على يمين البول او الزيرو، شو راح تكون الانجل؟ هيو عندي هون، تفرجوا هون، انا عندي هون هاي بول وهاي التست بوينت، اوكي نشامة؟ اوكي بالتالي هذا عندي انا مفترضه بول، وممكن نفسه تفترضه زيرو تسوي سيركل مش فارقه معنا بول اور زيرو، وهي التست بوينت اس، هاي التست بوينت اس واقع على يمين، التست بوينت اس واقع على يمين مين؟ الاس از بليست تو ذا رايت سايد اوف البول او الزيرو، صح؟ هاي هو الحاله. والزيرو او البول تبعنا وين واقع؟ على الريال اكسس. طيب هسه يا نشامه تعال شو تعريف الزاويه؟ شو الكونسبت تبع الزاويه اللي عندنا في الروت لوكس؟ مش قلنا لك الزاويه اللي بتبلش منين؟ من البول او الزيرو، بنشبك بين البول والزيرو مع التست بوينت، مش هيك حكينا في المحاضرات الماضيه؟ هينا شبكنا على نظرية مين؟ عبد الحليم حافظ. بدنا نشبك بين هون وهون، هاي هي السيجمنت اللي بتوصل بين بول والزيرو والتست بوينت. طيب كيف بدنا نقيس الزاوية؟ قلنا الزاوية هي عبارة عن بين البوزيتيف ريال اكسس مع اللاين هذا اللي بيشبك بين البول والزيرو مع الهاي، قديش هون الزاوية؟ زيرو. هل هي زيرو؟ واقع على نفسه، ما هي هاي السيجمنت هاي واقع على نفس البوزيتيف ريال اكسس وبالتالي الانجل زيرو. هاي هو الحاله اللي هي التست بوينت واقع على يمين البول اور زيرو. طب خلينا ناخذ الحاله الثانيه، عندي هون مفترضها زيرو، ممكن تفترضها برضو ايش؟ عباره عن بول مش فارقه معنا، وهاي مين اللي على يسار؟ هاي التست بوينت، التست بوينت. بالتالي عندي هون البول اور الزيرو هيو، والتست بوينت وين واقعه؟ على يسار، معناته الاس التست بوينت اللي عندي هنا شامه واقعه وين؟ تو ذا ليفت اوف البول او الزيرو، واحنا هون قبل شوي غطيناها حاله الرايت، هسه بدنا ناخذها بالشقلوب انه واقعه على الليفت، بالتالي هاي البول اور زيرو والتست بوينت حركناها كانت قبل شوي وين؟ على يمين، حركناها ونقلناها لوين؟ من يمين لوين؟ لليسار. بالتالي تعال معي اشبك باللاين، اللاين وين هو؟ من البول او الزيرو باتجاه التست بوينت، هذا هو ولا لا؟ نعم. طيب شو تعريف الزاويه؟ من البوزيتيف ريال اكسس
حتى نوصل لللاين. قديش الزاوية؟ 180. 180 درجة ولا لا يا نشامة؟ نعم. ماشيين معي شباب ولا لا؟ معك. بالتالي من هون يا نشامة هل بيصير الحكي اللي حكيته قبل شوي مزبوط ولا لا؟ معناها تركز معنا هاي القاعدة. قاعدة بقول لك إذا كانت التست بوينت على يمين البول أو الزيرو معناته الزاوية تبعتنا زيرو، سواء البول أو الزيرو بيعطيني زيرو صح. وإذا كانت التست بوينت وين واقعة؟ على يسار البول أو الزيرو معناته الزاوية تبعتي تبعت البول أو الزيرو شو بدها تكون؟ 180. أندرستود؟ وهذا الحكي زي ما شرحت قبل شوي وهذا الفيجر بأكد. لساتنا بنحكي يا شباب ركز معي، احنا هون كل حكينا انه مفترضين التست بوينت على الريال اكسس، واخذنا اول حاله ان البولز والزيروز اللي عندي واقعات وين؟ على الريال اكسس ريال روتس. طيب بس بدنا ناخذ حاله ثانيه ان البولز والزيروز اللي عندي مش ريال روتس، they are what؟ كومبلكس كونجوجيت. كومبلكس كونجوجيت واضح يا جماعه. بالتالي هاي الحاله الثانيه، الحالة الثانية انه اذا كان عندي البولز او الزيروز كومبلكس كونجوجيت. طيب يا نشامة هاي ملهاش رسمة، انا مغطيها هون ماثماتيكالي، هاي مغطيها ماثماتيكالي. طيب كيف كومبلكس كونجوجيت؟ هاي تعال معي، لو افترضنا عندي تو بولز P1 و P2 they are complex conjugate. هاي P1 الفا بلس جي بيتا و P2 كونها كومبلكس كونجوجيت شو بدها تصير؟ ماينس جي بيتا والالفا نفسها. ولو افترضنا التست بوينت ريال اللي هي جاما ريال مالهاش ايماجينري بارت صح؟ مش هذا فرضيتنا؟ انه التست بوينت واقع على الريال اكسس. طيب تعال معي احسب الاس بلس بي 1 والاس بلس بي 2 بيطلع معي هذول الفاليوز. طيب بالنهاية هيو بنيجي بنحسب الانجل لأس بلس بي 1 تطلع التان انفيرس لمين؟ لهاي على هذول صح؟ هاي اللي سميناها ثيتا 1. طيب تعال احسب الزاوية تبعت هذا المحترم الثاني الكونجوجيت تطلع عندي لاحظ الإشارة ماينس، بالتالي شو الانجل اللي هي ماينس بيتا على مين؟ على هاي. طيب شو الفرق بين هاي وبين هاي؟ انه في عندي ماينس صح. طب مر معكم بعلم التريجونومتري انه اذا كان عندي هون ماينس وكان عندي هون بوزيتيف اذا كانت هاي ثيتا 1 هل تطلع النيجاتيف تبعها ولا لا؟ معناته ثيتا 2 الزاويه تبع الثاني تساوي ماينس ثيتا 1. طب احنا بدنا نجمعهم بالنهايه، لا تنسى انه الاثنين هذول بدنا نجمعهم مع بعض اللي هي الزاويه بالزوايا احنا بنجمع. فنجمع الزاويه تبعت بي 1 والزاويه تبعت بي 2. تطلع ثيتا 1 بلس ثيتا 2 وكونهن عكس بعض معناته هل بيطلع النت انجل زيرو؟ نعم. هذا ماثيماتيكال. بس بدنا نفترضكم طلسمين. بدنا نفترضكم شو يا نشامة؟ مطلسمين. خلنا نشوف للمطلسم كيف بدنا نغطي له النقطة هذه. هسه يا نشامة إذا افترضنا التست بوينت اس هاي اللي سميناها قبل شوي جاما صح؟ وافترضنا هون هذا P1 واللي قباله الكومبلكس كونجوجيت تبعته هذا ايش؟ P2. مش هيك احنا قاعدين بنشتغل انه البيرز P1 P2 they are complex conjugate والتست بوينت ستيل على الريال اكسس صح؟ طيب تعال معي اشبك بيمين وين؟ اطلع الفيكتورز اللي بربطن بينهم P1 لا S ليش؟
فؤاد. وقيس لي الزاوية يا نشمي، الزاوية هاي كيف تنقاس؟ من البوزيتيف ريال اكسس بالكاونتر كلوكوايز، صح؟ هاي سميناها قبل شوي ثيتا 1. وهاي يا نشام الثانية من البوزيتيف ريال اكسس باتجاه بالكاونتر كلوكوايز باتجاه اللاين، هاي ثيتا 2. طيب تعال معاي عن طريق التريجونومتري، هل الزاوية هاي تساوي ثيتا 2؟ يعني هل هاي تساوي هاي؟ صح؟ نعم صحيح. طب معناته اجمع ثيتا 1 بلس ثيتا 2 هل بطلع عن 360؟ أكيد بيطلع دورة كاملة يا نشامة، وال 360 هي نفسها أخت الزيرو، يعني 360 يعني تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني لفينا لفة طويلة، لفينا لفة طويلة ورجعنا لمحل ما كنا، واضح؟ وبالتالي شو بنطلع من هون؟ بنطلع بقاعدة إنه البولز أو الزيروز اللي كومبلكس ما بيأثرن إلهن زيرو كونتريبيوشن على مين؟ على اي تيست بوينت في الاس بلين، صح؟ على اي تيست بوينت از لونج از وين واقعه؟ على الريال اكسس. متى بصير ثيتا 1 وثيتا 2؟ متى بصير ثيتا 1 does not equal to ثيتا 2؟ يوم اكون التيست بوينت اللي عندي مش بس ريال، يوم اكون عندها ايش؟ كومبلكس كونجكت جي مثلا 2، معناته طلعت هاي مثلا لفوق، صح؟ ساعتها يوم تيجي تربط بصير هاي الزاويه اللي هو لا تساوي الكومبلمنتري او التكمله تبعت هاي، صح؟ وبالتالي بيطلع معنا انه نط 360، بس از لونج از انه التست بوينت تبعتي شو مالها؟ واقع على الريال اكسس، معناته وين ما بتحط، حط هون روت وهون الكومبلكس كونجكت تبعته، هون وهون، حط هون على اليمين واليسار، وين ما بدك سوي راح يضل عندك دائما ايش؟ دائما مجموع الزاويتين اللي من اول واحد واللي من الكومبلكس كونجكت تبعته مجموعهم دائما بده يطلع زيرو او 360 واللي هي نفسها هاي اذني وهاي اذني، صح؟ أي سؤال يا نشام العرب؟ أي سؤال يا نشام؟ أي سؤال؟ طيب بنرجع للهاند أوتس. معناته يا نشام بقول لك شو النتيجة النهائية؟ كومبلكس كونجوجيت بولز أو زيروز، ها؟ بولز أو زيروز. شو إلهن؟ زيرو انجل كونتريبيوشن من يوم نجمعها لاي تيست بوينت واقعه وين؟ على الريال اكسس، صح؟ نعم. طيب اذا مجموعهن صفر معناته هل الهن اي تاثير؟ لا ما الهنش. هل اذا انا حطيت اي تيست بوينت على الريال اكسس هل بيحدد انه الكومبلكس كونجوجيت بولز او زيروز؟ هل عباره عن بيقول لي نتيجه تاثيرهم او غير محلهم؟ بقول لك هسه صرت على الريال، هسه صرت جزء من الروت لوكس وبعد شويه طلعت؟ لا، معناته هن وقلتهم، يعني لا للصد ولا للرد ولا لعزات الزمان، واضح يا شهامه؟ هذول مين؟ الكومبلكس كونجوجيت. بالتالي احنا هون يا نشامة شو اللي اشتغلنا لغاية الآن؟ اشتغلنا لغاية الآن انه قلنا انه افترضنا التست بوينت اس هي
هي عبارة عن واقع على الريال أكسس، يعني إلها ألفا، يعني الإيماجينري تبعها لو سميناه أوميجا دائماً زيرو، صح؟ واخذنا حالتين للبولز والزيروز، مرة يكون ريال فاليوز ومرة يكون مين؟ كومبلكس كونجوجيت، صح؟ هذا اللي اشتغلنا لحد هسه، هاي زبدة الزبدة. واضح اللي حكيته هسه يا نشامة؟ طيب هسه احنا وي ار ستيل انه التست بوينت على الريال اكسس. طيب الكومبلكس كونجوجيت قلنا هاي لا للصد ولا للرد، ما بتاثر، ما بتخليك التست بوينت تطلعها ولا تدخلها على يصير جزء من روت لوكس. معناته مين اللاعب الوحيد معناته الروتس او البولز والزيروز اللي مين اللي واقعات على الريال اكسس هن اللي بيحدد ان التست بوينت واقع على الروت لوكس ولا لا، صح ولا غلط؟ ماشي مع شباب ولا سكرت؟ معك دكتور. اه 100% معك. طيب هسه احنا قلنا كل بول او زيرو، اذا كان 1 بول اور زيرو، 1 عدده واحد، 1 بول اور زيرو، اوكي يا نشامه، مين بيحددني انه ايش يا نشامه؟ مين بيحددني انه انا هل جزء من الروت لوكس ولا لا؟ هاي القاعده اللي حكيناها قبل شوي، اللي هي هل بيحددني عدد البولز والزيروز اللي على يميني للتست بوينت ولا عدد البولز والزيروز اللي على يسار التست بوينت؟ يعني التست بوينت هاي اذا كان البول او الزيرو على يمينها هذا له امباكت، كل بول او زيرو على يمين التست بوينت بيعطيني قديش؟ 180، صح؟ وكل بول اور زيرو على يسار التست بوينت هو قلته صح؟ معناته شو لازم انا اعد؟ لازم اعد الريال روتس تبعات البوز والزيروز تبعات اللوب ترانسفير فانكشن، هذول لازم من هذول بس اعد مين منهم ريال، وضمن الريال لازم برضو احدد حاله بتحديد اخر، الريال اللي مين؟ الريال اللي على يمين التست بوينت، هاي التست بوينت اس وهذا على يميني، هو اللي بيعطيني كل واحد منهم بيعطيني 180، واللي على يسار التست بوينت لا بهش ولا بنش. معناته شو صفى عندي لازم اعد؟ لازم اعد البولز اور زيروز الريال اللي على يميني، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ معناته التست بوينت التست بوينت يا نشامة اس، حتى اعرف انا جزء من الروت لوكس ولا لا لازم اعد النمبر اوف ريال روت من الزد والبي اللي واقعات على ميمنه تو ذا رايت، عشان تو ذا رايت اوف التست بوينت كل واحد بيعطيني قديش؟ كل بول اور زيرو على يمين التست بوينت بيعطيني 180 ديجري، صح؟ نعم. طيب تعالوا معاي وخلنا نشوف، معناته اذا كان عندي 1 بول اور زيرو على يميني شو بدها تكون الزاويه؟ على اليمين 180، 180. والبقيه لو كان عندي مثلا 10 روتس ريال، التسعة الثانيات وين بيكونن؟
يكون يساري صح؟ نعم. لو كان عندي total number of real roots بين البوز والزيروز 10، في واحد على يميني وتسعة يساري، اللي على يميني هذا يعني لو كان مثلا هيك هاي التست بوينت، دقيقة، هاي لو افترضناها هاي التست بوينت الاس، وهون في عندي بس مثلا زد 1 هو اللي على يميني، زيرو خلينا نرمز له بالسيركل، والبقية هذول كلياتهم التسعة كلياتهم وين وقعات؟ علفت علفت هسه علفت تبع مين؟ التست بوينت. كل هذول هن وقلتهم ليش؟ عشان الزاوية تبعتهم زيرو، زاوية زيرو. مين بيعطيني؟ اللي على يميني، كل واحد على يميني بيعطيني 180 درجة صح؟ نعم. بالتالي إذا كان 1 بول اور زيرو على يميني معناته الزاوية 180، إذا كان الاثنين 180 و180 360 اللي هي زيرو. طب إذا كان ثلاثة 360. إذا كان ثلاثة خمسمائة واربعين. خمسمائة واربعين. إذا كان أربعة سبعمائة وعشرين. أيوة. طيب يا نشامة هسه معناته متذكرين شو الرول تبع الأنجل كونديشن؟ شو الأنجل كونديشن؟ ها؟ 180. الأنجل كونديشن إذا بنرجع له بس عشان ما تنسوا يصير فيكو عومو نفلنا في المحاضرات الماضية، الأنجل كونديشن وين راح الله يرحمه؟ هاي إن الزاوية لازم تكون odd multiples of 180 صح؟ يعني 180 540 وهلو مجرد ظلك ضيف 360 أو اطرح 360 بتظل ما عندك مشكلة، معناته لازم يكون odd multiples. طيب لاحظوا معاي، يوم كنا واحد كنا بالسليم، اثنين اطلعنا صح، ثلاثة رجعنا على الروت لوكس، أربعة طلعنا، لو صرنا خمسة رجعنا، ستة طلعنا، معناته إذا كان النمبر أوف بولز أو زيروز اللي على الريال أكسس هو عبارة عن أود نمبر، بدنا نصل للكونكلوجن بالنهاية، إذا كان النمبر أوف بولز أو زيروز اللي على يمين التست بوينت أود نمبر، هل التست بوينت جزء من الروت لوكس؟ دكتور تمام. واحد ثلاثة خمسة أي شيء odd number على يميني معناته جزء it's part of the root locus، وإذا كان total number of poles و zeros الريال وقعات عددهن even معناته هل النقطة test point هذيك جزء؟ لا. لا واضح؟ بالتالي هون يا نشامة بنطلع بإيش؟ بالرول النهائية التالية، انه هاي نمبر اوف ريال بولز او زيروز تبعات اللوب ترانسفير فانكشن اللي على يمين التست بوينت، هاي اللي على يمين شو مالها؟ هن اللي بيحددن انه ايش؟ انه هل التست بوينت بارت اوف ذا روت لوكس يس اور نو صح؟ بالتالي اذا كان النمبر اوف بولز وزيروز بولز اند زيروز او بولز اور زيروز يعني مجموعه، اذا كان على يمين التست بوينت وعباره عن ايش؟ زاويه 180 قد معناته التست بوينت هذيك هل هي جزء من الروت لوكس؟ نعم نعم. واذا كان مجموع عدد البولز والزيروز اللي على يمين التست بوينت عشان انه على اليسار لا بتهش ولا بتنش اوكي از ايفن معناته التست بوينت هذيك نوت بارت اوف ذا روت لوكس صح؟ صح ولا يا نشامه؟ صحيح. لاحظ هون احنا بنحكي عن مين؟ عن البولز اور زيروز الريال
هيا هون كاتبين لك real poles or zeros. طيب ممكن واحد يسأل يا جماعة طب والcomplex conjugate ماذا فناها قبل شوي الcomplex conjugate شو مالها؟ هي وقلتها هي وقلتها complex conjugate هي وقلتها. طيب تعال معا هسه هون أول سيناريو هذا اللي بحدد لك عدد البولز أو الزيروز اللي ريال بولز أو زيروز العيميني قد معناته جزء even لا. طب لو بدنا ناخذ التوتال نمبر اوف بولز اند زيروز اللي عيميننا اللي بيشمل مين؟ اللي بيشمل الريال اند كومبلكس كونجوجيت يعني مجموعة اثنين. هل ستيل الاود نمبر رول فاليد يس اور نو؟ شو رايكم؟ هل عيميني لازم يكون التوتال نمبر اوف ريال كومبلكس كونجوجيت لازم يكون ستيل اود حتى تكون بارت اوف ذا روت لوكس؟ What do you think? دكتور لازم يكون odd. ليش؟ كيف؟ عشان الزاوية ما احنا حسبناها. لا انا عارف بس انا قصدي اي الكومبلكس كونجوجيت يا شامة دائما شو بتكون؟ in pairs. in pairs. in pairs. شو يعني pairs؟ يعني واحد وحيكون الزاوية تبعته عكسها فحيكون لا لا صحيح. شو يعني pairs؟ شو يعني pairs؟ يوم أقول pairs مع بعض يعني ما ها؟ مع بعض دائما مستحيل واحد لحاله يكون لا كأعداد كأعداد شو يعني pairs كعدد؟ اثنين بس اثنين؟ إذا pairs معناته هل دائما بيكون even الكومبلكس كونجوجيت؟ هل دائما مجموعة أعدادهم even ولا لا؟ even البيرز يعني اثنين أربعة ستة أما ما بطلع معك كومبلكس كونجوجيت إيش وإنه معطيك خمسة هذا بكون صار حول رب العيها اللي بقول لك عدد الكومبلكس كونجوجيت روتس خمسة ولا ثلاثة دائما بيكون البيرز البيرز معناته دائما بيكون إيش إيفن. طيب إحنا قلنا القاعدة تبعتنا على مين على الريال روتس تبعت البولز والزيروز هي عبارة عن لازم دائما يكون عيميني أود صح. طيب يوم ناخذ التوتال نمبر اوف روتس اللي بيشمل الريال بلس الكومبلكس كونجوجيت لا تنسى انه بيطلع معايا الريال روتس كان ايش اود بلس بدي اجمع مع بعض الكومبلكس كونجوجيت دائما شو قلنا ايفن ايفن. طب يوم تجمع تو نمبرز 1 اود و1 ايفن شو بيطلع الريزلتنت واضحة القاعدة هنا جامعة؟ واضحة يا شباب ولا لا؟ إنه دائماً المجموع الكلي still عبارة عن إذا عيمينك برجع هالسؤال الهاند أوتس بالتالي أنت أمام خيارين بدك تحسب الريال روتس اللي عيمينك حر وتطبق نمبر الأود برينسيبل حر بدك تحسب التوتال نمبر أوف روتس اللي عيمينك وتطبق الأود برينسيبلز برضه فاليد. بالتالي هون القاعدة هاي إذا بحكي عن الريال روتس طب لو بدنا ناخذها ان تيمز التوتال نمبر اوف روتس اللي بيشمل الريال والكومبلكس كونجوجيت بقول لك إذا كان على يمين التست بوينت اود ستيل معناته التست بوينت هاي ايش؟ بارت اوف ذا روت لوكس. ليش؟ عشانه دائما الكومبلكس كونجوجيت بيكون ايش؟ بيرز. وإذا كان التوتال نمبر is what even إذا كان التوتال نمبر تبعنا even معناته نشاهد التست بوينت شو مالها is not part of the root locus. وضحت يا نشامة؟ أي سؤال يا نشامة العرب؟ هيك أعطيناك زبدة الزبدة أعطيناك زبدة الزبدة يعني هسه بناء على الحكي هذا خلنا خششكو بريال لايف اكزامبل وخلنا نعملكو عصف ذهني وفكري. اوكي ان شاء الله خلنا نحط راندوم ديستريبيوشن هاي زد 1 وبده يكون قباله
Z2 يعني هذا complex conjugate 0. ولو افترضنا هون P1 أول بول وهون P2 وهون P3 وبعدين عشان عيونكم P4 وإيش وP5 وبعدين عشان ما تزعلوا هاي شو بيكون رقمه هذا 0 سوري هذا بدنا نعطيه الرمز إيش Z3 صح ماشيين مع شباب هون أنا مفترض سيستم شو مواصفات السيستم هذا How many zeros does it have يعني الأم أم 3 والأم 5 5 صح 5 طيب يوم بدك تيجي وتعمل سكاننج هسه احنا بدنا نمشي ان شاء الله نحرك التست بوينت على النيجاتيف ريال اكسس هذا على النيجاتيف ريال اكسس اوكي او على الريال اكسس اوكي شو الاجراءات اللي لازم امشي فيها حتى احدد انه التست بوينت جزء ولا لا اوكي بقول لك الطريقه تيجي بتمسك اول بول اور زيرو على اليمين اللي هو مين P1 P1 هسه لو رحت التست بوينت هاي لو التست بوينت حطيتها هون مش بكون ان كلهن على يسارك طبعا معناته انت مش جزء من الروت لوكس صح صح طيب معناته اذا انا حطيت التست بوينت هون ومشيت لليسار كم مربوط على يميني من هون لهون عددهن واحد صح ومن هون لهون صار عددهن قديش التوتال بحكي عن التوتال من هون لحد هون واحد وبعدين صار هذا وهذا صار ثلاثة عيميني صح معناته هل المنطقة هاي جزء من الروت لوكس دكتور طيب هسا جزء طيب يا نشامة معناته بدي أكمل المشوار المنطقة من بي 2 لحد P3 لو مشيتها مش جزء مش جزء ليش؟ لأنه صار أربعة صار أربعة على يميني صح معناته هاي it's not part of the root locus بعد ال P3 طيب من ال P3 امشي يسار صار عندك قديش؟ خمسة على يمينك يجينا ظلينا ماشيين لحد مين؟ لحد هون ظلينا ماشيين خمسة خمسة وبعدين هون ايش؟ سبعة نطينا سبعة. بنطلع من الروت لوكس ولا بنظل في الروت لوكس؟ لا نظلنا ليش؟ عشان صار على يميني قديش؟ صار سبعة 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 بنظلنا ماشيين يا نشام وبنقول يا الله وعلى بركة الله لحد ما نصل لهون هل ستيل سبعة؟ يس نعم يجينا للنقطة هاي زد ثري زد 3 يا نجامة يوم أمشي منه يسار هل طلعت من الروت لوكس؟ أكيد ليش؟ 8 even 8 معناته هاي it's not part وضحت يا نجامة هذا أسوأ example ممكن أعطيك هي وضحت كيف آلية الحسبة ولا لا؟ وضحت كيف بحدد السيجمنس اللي جزء من الروت لوكس yes or no أي سؤال عليها؟ بالتالي ما عليك غير البروسيجر تبلش بالرايت موست بول اور زيرو اول واحد على اليمين على يمينه ما في على يساره بتطبق الاود نمبر رول اي شيء على يمينك البولز سواء الريال او التوتال كلاهما بيؤدي نفس الهدف اذا على يمينك اود معناته انت واقع الريال اكسس اللي ماشي عليه جزء واذا صار ايفن معناته اتس نوت بارت وبتضلك اون اوف تطلع وتفوت تطلع وتفوت من حيث الروت لوكس حتى ايش؟ حتى تكمل لوين؟ للمالي نهاية طيب خلنا اعدل على الرسمة هاي لو ضفنا لكم بول هون اضافي شو رمزه هذا؟ P6 على الريال اكسس شو اللي بصير عندي؟
معناته من هون ثمانية. من هون لهون it's not part صح دكتور من زد 3 ل بي 6 راح يكون داخل بعد بي 6 بعدين راح يدخل راح يصير 9 بصير 9 ايوه بصير من هون وين بيسند على الانفينيتي راح يكون كل الروت لوكس من هون للانفينيتي ضمن الروت لوكس صح نعم طيب هسه بناء على الحكي هذا يا نشام تعالوا بس خلنا نعمل انسبكشن لمين للاكزامبلز اللي حليناهن وشوف البيوتي والجمال والحلاوه تبع مين طريقه الروت لوكس ميثود يا سلام عليها بنت ناس ومرتبه لاحظ عندي هون تعال امشي هل التست بوينت وين ما حطيتها بيكون على يمينك اود ايفن سوري لحد هون يكون على يمينك زيرو ومن هون ويسار بكون على يمينك اثنين معناته هل في اي جزء من الريال اكسس واقع على الروت لوكس لا دكتور لا وضحت القاعده طيب نروح للبعدين البعدين يا هشام اجينا مشينا من هون لحد هون كان على يميني قديش واحد من هون لهون صح وبعدين يوم قطعنا هذول يوم قطعنا اثنين صار عيميني قديش داخل ثلاثة ظلينا ثلاثة وظلينا ساحبينها وماخطينها لمين للإنفينيتي صح طيب المثال هذا هذا يا نشام ركز معنا بلشنا هون عند الأوريجين بين الأوريجين وبين هذا البول عيميني قديش ون بعدين أخذنا يسار صار عيميني قديش تو لحد وين لحد النقطتين هذول راح يصير لحد هذول دكتور فور من هل ويسار صار قديش فور مرحب. هل الرسمة مزبوطة لا دكتور لا لعند بس الون راح شو لا بقول الرسمة مزبوطة كيف الرسمة مزبوطة مش يعني هل الرسمة هاي فيها غلط بناء على الشرح لا 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 يعني هل هاي الرسمة بتخالف القاعدة اللي حكيتها قبل شوي؟ لا 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 ما بتخالفش ليش عشان يا نشامك كنا هون واحد من منطقة هون من هون للماينس انفينيتي بصير على يمينك قديش؟ ايفن بس مرة بكون اثنين ومرة بصير اربعة بالتالي ستيل ايفن كله بالهوا سوا واضح؟ وبالتالي يا نشامك هيك بصير على السريع اول ما تستلم اي عبارة عن ترانسفير فانكشن لوب وتحدد مواقع البوز والزيرو زي ما حكينا في الخطوات السابقة تحدد مواقعهن على السريع بتقدر تفتي وين أجزاء الروت لوكس اللي على الريال أكسس وين الأجزاء اللي مش جزء من الروت تبعت الكاركترستيك إيكويشن صح ولا غلط على السريع نلاحظ هون هاي البوز والزيرو كونفيجريشن هذا الأصل خط حط بيكون ثبتناه من الخطوة الأولى بالرسم اللي نعمل فاكتورايزيشن ونحدد ونرسمهم في الاس بلين وبعدين بنط للخطوه هاي وبالتالي بتطبق الاود نمبر رول وبصير وضعك حريقه بصير مفتي المملكه اللي اوقاف القضاه اللي اليوم راح نشوفه ان شاء الله مسويه واضحين يا شامه ولا لا اي سؤال دكتور انا عندي سؤال تفضل لو اخذت من الرسمه هاي اخذنا مثلا اللي هي التست بوينت حطيتها بعد الواحد وين الواحد بعد رقم واحد اللي حكيناها احنا قد يعني عديت بي 1 عديتها يعني صارت بي 1 ايوه بي 1 ايش بعتبر بعتبرها ايش بعتبر بي 1 مش فاهم ايش بعتبر بي 1 لإلها يعني بحسبهاش معاهم البي 1 هي واحد من البوز والزيروز تبعات اللو هل على يميني واحد هاي التست بوينت حركتها انا مغطها قاعد بمشي بيها انا قاعد بعمل سكانينج من اول إشي وبعمل سكانينج للتست بوينت حتى اصل لاخر واحد بظن احرك فيها امغط فيها احرك فيها سلايدنج شو المشكله عندك بحكي ايش بالنسبة مش احنا حكينا ان الانجل بتصير صفر لما تكون على اليمين وبعدين حكينا 180 فهذا الاشي لخبطنا شوي وين الانجل صفر احنا حكينا على انه التست بوينت لما تكون على يمين التست بوينت حكينا اسد خليك معاي احنا ناقشنا
يعني صار فيضانات عندنا من كثر النقاش. لا تخربط حالك، بتيجي بتعدش على يسارك بتعد على يمينك. هاي التست بوينت، هو هاي التست بوينت، ها وين التست بوينت؟ سوري التست بوينت هاي، دقيقه خلينا نحط بلون خامس وين واضح. هاي التست بوينت صح؟ تمام. هاي حركتها انا، هاي راحت، هاي مش بول ولا زيرو يا حبيبي. اوكي معي ولا مع الثانيين؟ ما هي التست بوينت قلنا لك اس، هاي بتحركها انت، هاي بصير فيها سلايدنج، تقعد بتمشيها، قاعد بتمشيها هون على الريال اكسس. انحلت المشكله ولا لسه في عندك عمو؟ اوكي وصلت وصلت. انت التست بوينت لا تصير تعد لي اياها من البولز والزيروز، ما انت التست بوينت هاي قاعد بتمشيها، قاعد بتمشيها زي كيف يوم لو انتوا لحقتوا في حدا منكم مزارع ولا بيعرف بالزراعه. اوكي يا نشامة، زي يوم تكون قاعد بتحرث بارض عشان تزرعها، وبالتالي السكه تبعت التراكتور ولا تبعت الحصان قاعد بتمشيها على خط معين، الخط هذا هو تبعنا، هو الريال اكسس، واضح؟ وصلت. وبالتالي التست بوينت ما بكون لها موقعين سميلتين يصلي، التست بوينت واحده بس قاعد انا بحرك فيها. نعم وضحت؟ وصلت. اوكي ان شاء الله. اي سؤال؟ طب تمام دكتور، تسمح لي؟ تفضل. بس لو ترجع بس على المثال. تمام دكتور، اذا هسه التست بوينت حطيناها بعد بي 3 تمام؟ يعني بالمنطقه هاي؟ بعديها. طيب شو المشكله؟ ايش؟ شو المشكله؟ حطيناها بعد بي 3 اللي على اليمين يعتبروا من يعني بالبارت يعني بالسيستم ولا لا لازم نبلش من بي 1 نحكي ايفن اود؟ لا لا، ما هو انت بدك تحدد كل السيجمنتس، ها ركز معنا شو الهدف؟ الهدف منا لهذا الكونفيجريشن تبع البولز والزيروز مثلا، اول ما شرحنا قلنا ام بثلاثه وان بخمسه بس بعدين هون زدناها. اوكي صارت على الكونفيجريشن اللي عندنا هاي سته، صارت اخر شيء بناء على التعديل. بالتالي انا بدي احدد كل الاجزاء اللي على الريال اكسس اللي جزء من الروت لوكس، مش بس واحد. واضح؟ انا مش مطلوب مني احدد جزء واحد، انا بقعد بدي اعمل سكان واقول وين كل الاجزاء اللي على الريال اكسس اللي جزء من اللي هي تمثل واقع على الروت لوكس. واضح حاكم؟ معاي ولا مع الثانيين؟ معاك معاك دكتور. لا انا معاك، سامعني دكتور؟ طيب هسه خلينا ناخذ اكزامبل على السريع وبنهي المحاضره. هاي بول دكتور، سامعني؟ هاي بول، هاي بول، هاي زيرو. خلينا نركز على الريال. هاي بول، هاي زيرو، راح امشي فيه على السريع هسه ما فيش مجال لدادي دادي. هاي بول، هاي زيرو، هاي بول. اوكي هسه بدي امشي على السريع بين هون وهون جزء من الروت لوكس 1. اوكي جزء بين هون وهون نو 2. لا بين هون وهون يس yes. بين هون وهون نو no. بين هون وهون يس yes. بعدين هون وهون نو no, دكتور. وهون وهون yes. ومن هون وغاد لا no. طيب شو المشكله عندك؟ ما عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة مثلا إذا حطينا مثلا ال البوينت هاي مثلا بعد الثاني، بعد الإكس الثاني، حلو؟ اللي على اليمين يعني أنسى التست بوينت وأبلش السيستم من أول هيك أساوي زي ما عملت هسا دكتور، ولا أعتبر إنه اللي على اليمين شو مكانه إيفن أود ضمن السيستم؟ هذا بس اللي بدي أعرفه. زي ما انت بتعد، انت قاعد بتعد، انت قاعد بتعد البولز والزيروز اللي على يمينك. تمام. انا هون عندي على يميني واحد المنطقه هاي، هون عندي على يميني اثنين، هون عندي على يميني ثلاثه، هون عندي على يميني اربعه، هون عندي على يميني خمسه، هون سته، هون
7 وهون صار 8. شو المشكلة عندك؟ أنا مش فاهم. أنا التست بوينت قاعد بحركها، بأخذها من أول واحد من هون وبعملها موفمنت، قاعد بحركها سلايدنج. خلاص خلاص دكتور فهمت تمام خلاص. التست بوينت يعني أنا قاعد بمشيها هي هون، بحطها على سرعة سيارة. اعتبر حالك التست بوينت ماشي بأوتونومس فيهيكل يا حبيبي. جبنا اوتونومس فيهيكل من الصين ومشيناها، قلنا خطك خطك على الريلاكس من هون حتى توصلي لهون، قلنا لها امشي على الريلاكس اوكي. وصار قلنا لها يوم يكون على يمينك ايش؟ يوم يكون على يمينك اود نمبر اوكي اعطي ضوء اعطي فلاشر، ويوم ما يكون على يمينك اود يعني ايفن اطفي. شو المشكله؟ التست بوينت از سلايدنج، انا قاعد بحركها مش ثابته، انا قاعد بمشي فيها مع، بالتالي انا قاعد بعد التست بوينت طول ما هي ماشيه اللي على يميني بعمل الاود نمبر رول بطبقه. بالتالي انا هون قاعد بمشي فيها بالمنطقه هاي طول ما هي التست بوينت من هون وهون من هون لهون معناته على يميني واحد، من هون لهون على يميني قديش؟ اثنين، من هون لهون على يميني قديش؟ ثلاثة. يعني هون ولا هون ولا هون تفرق معك؟ مش على يمينك بظل ثابت؟ حاكم معاي ولا مع الثانيين؟ حاكم؟ معك دكتور أخ، معك دكتور سامعني؟ خلص؟ 100% خلاص فهمت، انا فهمت حكيت لك فهمت بس ما اعرف اذا كنت سامعني ولا لا. لا لا ما سمعتش. اوكي نشامه، اي سؤال ثاني يا نشامه؟ طب بس مشان اقعد المحاضره خلص، بس انا كان عندي سؤال يعني ممكن اجل المحاضره الجايه ان شاء الله. ايش لا يا حكيتي عادي، شو باقي وقت ذهبي للشباب؟ بس لو اجت التست بوينت على الزيرو او البول اللي على الريال اكسس شو معناته؟ انت مصحصح معاي ولا مش مصحصح؟ مش متذكر كل شيء بصراحه بالمحاضره فمشان هسه دفناها، هسه دفناها. شو قلنا قبل شويه؟ الكي قصدك؟ مش قلنا يوم تكون التست بوينت هيها هاي، مش قلنا يوم، مش اخذنا هاي الحاله التست بوينت مره تكون على البول ومره على الزيرو؟ خلص خلص ذكرت. وقلنا هاي التست بوينت اذا اذا كانت واقعه على واحد من البولز اوكي، وهي هاي قلنا لك هاي الجولدن رول، ان الروت لوكس ببلش من البولز وعند البولز بيكون الكي زيرو وبنتهي وين؟ بنتهي عند الزيروز، وبين الكي قديش قيمتها؟ انفينيتي. بالتالي هذا كلياته افترضنا انه التست بوينت بتكون مره واقعه على الزيرو ومره واقعه على البول، بالتالي هذول خطيناهم هون. هيو هذا الحكي كلياته خطينا لك اياه صح؟ تذكرت هسه. بالتالي ركز معي، يوم تكون البول التست بوينت واقع على البول او على الزيرو اللي هي بناء على النوع، يا اما بتكون الكي زيرو يا اما انفينيتي. بس يوم تكون التست بوينت واقع ان بتوين مش على البول ولا على الزيرو، معناته قيمه الكي قديش بدها تكون؟ بدها تكون الكي اكبر من صفر، وبنفس الوقت الكي اقل من انفينيتي. وضحت؟ وصلت هاي. يعني احنا هون قاعدين بنطحن الاخضر واليابس، يوم تكون واقف على البول هون معناته الكي صفر، يوم تكون وصلت لهون مثلا هذا بتكون الكي بانفينيتي، بالتالي كل بول يمثل كي زيرو، وكل زيرو عنده بيكون الكي قديش؟ انفينيتي. وضحت؟ بالتالي انا هون اثناء مروري ما بدي انسى اللي ناقشته بالخطوه الثانيه، كانت الخطوه الثانيه هاي ولا لا؟ هاي الخطوة الثانية البولز والزيروز شو احداثياتهم، وبعدين انتقلت للمناطق اللي بين البولز والزيروز اللي غطيتها بالريال اكسس سيجمنتس. وضحت 100%. اي سؤال يا نشام العرب؟ دكتور حكيت بس شغلة عشان البروجكت، حكيت بدك تنزل فورمات. راح انزل لكم فورمات، ذكرني فيه ذكرني فيه انا عشان ما كنتش امبارح فاضي. مش احنا امبارح ناقشنا ولا لا؟ امبارح ناقشنا. طيب خلاص نزل. نعم ان شاء الله ذكرني فيه، يمكن اليوم صعب بلكي بكره ان شاء الله انزل لكم الفورم. خلاص ان شاء الله. اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال؟ اوكي خلينا نوقف التسجيل.